بداية شكرا لموقع أصوات على الحضور وعلى التغطية الإعلامية المتميزة للوقفة الاحتجاجية اللي انضمتها الشغيلة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس. كيف ما كنعرفوا الشغيلة التعليمية تعودت خلال السنوات الماضية أن تحيي مناسبة اليوم العالمي للمدرس من داخل المؤسسات التعليمية التربوية بتنظيم عروض وتنظيم أنشطة تربوية، لكن للأسف أن وزارة التربية الوطنية لم تلتقط هذه الرسالة الحضارية، لم تلتقط لأنه الملف ديال المقصيين والمقصيات هو ملف ماشي جديد، هو ملف اللي مطروح منذ 2011، وما فاش نقولوا منذ 2011 فالاتفاق ديال 26 ابريل 2011 قرر هذا حوار مركزي اللي كان بين المركزيات النقابيه وبين رئيس الحكومه انذاك اللي هو عباس الفاسي، وهذا الاتفاق المركزي او هذا الحوار المركزي قرر ديال انه ضروره احداث درجه جديده لكل الموظفين محدودي المسار ديالهم. هذا الاتفاق مجموعه من القطاعات الوظيفيه فعلته بما فيها وزاره العدل بما فيها وزاره الصحه، الا الاستثناء نعتبره استثناء شادا لوزاره التربيه الوطنيه اللي ما فعلتش هذا الاتفاق. اذا نحن نطالب ب اعطائنا حقنا في الترقيه للدرجه الممتازه خالد السلام بمقتضى الاتفاق ديال 26 ابريل، نطالب بترقيه استثنائيه باثر رجعي مادي واداري، نرفض رهن الملف ديالنا لان الملف ديالنا ملف تاريخي ماشي نجيو حتى 2022. الدليل على ذلك هو انه الحوارات الماراثونيه ديال وزاره التربيه الوطنيه مع النقابات التعليميه كان حوار ديال التمطيط وديال التمديد وديال ربح الوقت. نتيجه اقول باللي النتيجه ديال هذا الحوار الماراثوني كان هو التهرب، بدليل انهم قالوا غادي نرهنوا الملف الحوار المركزي. اتساءل ونتساءل جميعا كشغيله تعليميه، واش الحوار المركزي خدا القرار ديالو في 2011؟ اش غايدير الحوار المركزي دابا؟ اش غايدير؟ شنو غايدير؟ هذا تساؤل. اذا هذا العبث، هذا الضحك على الدقون على هذا المقصين والمقصيات. الملف الحارق اللي كان يستدعي ديال انه نحسموا فيه هو ترقيه استثنائيه باثر رجعي مادي لهاد المقصين وتمكينهم بالدرجه الممتازه، اما غير ذلك فنرفض هاد المناورات رفضا باتا. ومن هذا المنطق من هذا المنطلق نحيي النقابات التعليميه اللي تفاعلت مع الشغيله التعليميه، لانه بمجرد صدور خلاصات ديال داك ما سمي باللجنه التقنيه ديال النظام الاساسي، والخلاصات كانت واضحه انه الدرجه ديال خالد السلام سترهن وستبقى معلقه بالحوار المركزي. يعني راه ما كان والو، تصور معايا 27 لقاء ماراثوني بين النقابات التعليميه ووزاره التربيه الوطنيه والخلاصه صفر. اذا وكثر من داكشي اللقاء اللي كان اللي كان في غضون الاسبوع الماضي كان غيكون من اجل التوقيع على يقال انه اما نظام اساسي ولا مبادئ عامه وخطوط عريضه. لو لم تعبر الشغيله التعليميه في مواقع التواصل الاجتماعي على الرفض ديال هذيك الخلاصات لكان غيوقعوا على كارثه، كانوا غيوقعوا على مذبحه في حق الشغيله التعليميه. لكن النقابات التعليميه تنحيوا على هذا الموقف مشكوره ان التقطت الرساله ديال الشغيله التعليميه وعقدات لقاء تنسيقي بين النقابات الخمس وصدروا بيان اللي كان في المستوى ديال التطلعات والانتظارات الشغيله التعليميه واللي سطر المبادئ ديال انه نرفض اي نظام اساسي اللي ما كيتضمنش النقطه ديال الدرجه الممتازه لخالد السلم. وبناء على هذا الموقف قوى الموقع التفاوضي الموقع ديال النقابات اللي دخلت الجلسه اللي انعقدت الاسبوع الماضي وتحولت الجلسه من توقيع محضر الى جلسة تفاوضية، والنتيجة ديال الجلسة التفاوضية أن وزير التربية الوطنية تعهد النقابات عاد غيمشي للحكومة ويناقش معاهم ويشوف حقا واش الحكومة موفرة الميزانية. أقول باللي الميزانية كتجي حتى الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حتى نهضروا بالميزانية، علاش ما نهضروش بهذا المنطق في قطاعات وحدة أخرى؟ مع العلم أنه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي هم قطب الراحة ديال المدرسة العمومية، هم قاطرة التنمية. إذا إلا كان شي إصلاح ديال منظومة التربية والتعليم خصو ينطلق من تحسين الاوضاع ديال اساتذه التعليم الابتدائي والاعدادي وملحقين التربويين، اما كل ذلك فنرفضه رفضا باتا مطلقا، لا للمناورات، لا للضحك على الدقون، لا للعبثيه. فالملف الحارق اللي كان خص اخ النوش يتجاوب ويستجب له هو الترقيه الاستثنائيه وتحسين الاوضاع ونظام اساسي اللي تنقولوا. وتصور معايا اقولها بالدارجه اللي كيفهموها، نظام اساسي من 2011 هما كيناقشوا الوزاره ديال التربيه الوطنيه الوفا الله يرحمه بالمختار حصاد بامزازي وبن موسى، ويلي والسته ديال الوزراء ومازال ما خرجوش بالنظام الاساسي، فوقاش حنا غادي نوصلوا لهذا النظام الاساسي؟ كديو بينا الوقت كتربحوا بينا، والضحيه شكون؟ الاستاذ والمتعلم. حسنوا، اقول حسنوا، احسنوا الوضعيه ديال النساء ورجال التعليم باش نصلحوا منظومه التربيه والتعليم. اما الشعارات فهي شعارات اللي طلع عليها الصباح
وزير بن موسى كيتحمل مسؤوليته باعتبار انهم كلهم رفعوا شعار على ان حكومه اجتماعيه ورفعت شعارات ضخمه، ولكن الحقيقه انهم قالوا الا ما زدناش 2500 درهم رجمونا بالحجر. اعتقد باللي الفتره ديال هذا العهد راه استوفات، وبطبيعه الحال اصبح من حقنا ان نرجم صاحب هذه القوله بالحجر، لانه ما كانش مستوى التعهدات والعهود ديالو، ولا لنا موعد مع محطات نضاليه مقبله في غضون الفتره باش ناكدوا على انه خالد السلام حق هذا المشروع اكثر من داك الشيء. الدرجه الجديده اللي نص عليها اتفاق 26 ابريل 2011، وشكرا لموقع اصوات على التغطيه، وتحيه نضاليه لكل الاساتذه ولكل الشغله التعليميه في يومي العالمي، اليوم العالمي للمدرس اللي جعلناه يوم عالمي للغضب والاحتجاج. شكرا لكم. محمد بلال، عضو المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه المقصيين من الترقي لخالد السلام، وعضو بلجنه الاعلام والتواصل بلجنه التنسيقيه. في البدايه اشكر منبر مجله اصوات واصوات وحدث لكم على تغطيتهم لهذه الوقفه الاحتجاجيه. بطبيعه الحال هذه الوقفه الاحتجاجيه هي جزء من برنامج النضال الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه المقصيين من خالد السلام، والذي يضم كذلك اضراب قابل للتمديد ثلاثة أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022. هذه الوقفة الاحتجاجية تصادف هذه السنة العيد الأممي للمدرس 5 أكتوبر. نحن نحتفل هذه السنة بطعن الغضب وبطعن الحداد، ذلك لأنه ليس لدينا ما نحتفل به في ظل التراجعات خطيرة التي تضرب في العمق المدرس ماديا ومعنويا. فيكفي أن أجرة الأستاذ أصبحت هي الأقل في الوظيفة العمومية. نتمن عاليا التنسيق النقابي للنقابات الخمس أكثر تمثيلية، والذي نتمنى له الاستمرارية والدوام. أكيد الهدف وهو مجابهة التراجعات الخطيرة التي تستهدف نساء ورجال التعليم. أكيد أن هذا التنسيق سيقوي أو سيضاعف القوة التفاوضية النقابات مع الوزارة. وهذه الوزارة التي اختارت نهج سياسة التماطل والتسويف اتجاه ملف أساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي المقصيين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المقصيون من الترقي لخالد السلام وبيئة الرجعي منذ 2004. كنا نأمل أن يتم القطع، مع هذا الملف، وذلك بترقية هذه البيئة، بيئة الرجعي منذ 2004. لكن للأسف المؤشرات في المستقبل لا تدعو إلى التفاؤل. كنا نتمنى أن يتم القطع مع هذا الملف والتركيز على إنجاح الموسم الدراسي. ندعو من هذه المنبر النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى عدم التوقيع على أي نظام أساسي لا يتضمن حق الأساتذة الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين والملحقون الاقتصاد والإدارة إلى خالد السلام وبأثار رجعي مادي وإداري. نطالب الوزارة بتسريع بتمكين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين والملحقون الاقتصاد والإدارة من الحق في الترقي إلى خالد السلام بأثر رجعي مادي وإداري. ونقول لهذه الوزارة إن معركتنا النضالية المشروعة مستمرة، ولن نتراجع حتى انتزاع حقنا في الترقي إلى خالد السلام وبأثر رجعي مادي وإداري منذ 2004. وأكيد نحن منفتحين، نبقى منفتحون على كل مبادرة يمكن أن على أي مبادرة يمكن أن تدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا. تحية النضال والصمود لكل القابدين على الجمر. ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال، وشكرا لكم على هذه التغطية. شكرا للصحافة اللي حضرت معنا باش تواكب ولا تنقل الإحساس ديالنا اللي بغينا نقولوا في هذا اليوم العالمي للمدرس، وحنا كنحسوا فيه بالحقرة وجينا نعبروا عليها أمام الوزارة. كنحسوا بالحقرة، كنحسوا بالإقصاء، كنحسوا بالتمييز داخل النظام الأساسي كيكرس التمييز بين الموظفين ديالو، لا يسمح للترقي لفئات اللي كتشكل الأغلبية فيه، كيسجنها داخل زنازين اللي هي سلاليم، كيسجنها
ولو دام الامر 20 سنه ازيد من 20 سنه طول الحياه المهنيه، فقط لان النظام الاساسي لا يسمح لك بالترقي. هكذا تبقى فيه شخصيا وكثير من الزملاء والزميلات اللي عندهم ازيد من 16 سنه 20 سنه 21 سنه داخل سلم وداخل نظام اساسي اللي كيدعي انه بغى يعني المردوديه، بغى الجوده، بغى اي يعني كيفاش يمكن تخدم داخل نظام اساسي ولا داخل نظام منظومه اللي هي عاد كتحتقرك، لان ملي ما كتسمح لكش بالترقي بمعنى اوتوماتيكمون كتعطيك رساله انت لا تستحق الترقي، انت الخدمه ديالك ممكن تستغنيو عليها، يعني ممكن تستغنيو عليها. وشكون هما المعنيين بعدم الترقي؟ هما اساتذه الابتدائي، اساتذه التعليم الاعدادي، وطبعا الملحقون التربويين وبعض الفئات الاخرى، يعني استثناء واحد الفئه اللي هما اساتذه التعليم الثانوي اللي عندهم الحق الترقي للدرجه الممتازه. حنا كنتقصوا وحنا كنشكلوا الفئه الكبيره داخل المنظومه، كيتم اقصاؤنا دون تقديم اي مبرر. علاش هكذا؟ يعني اي واحد كيشتغل سواء في يعني في معمل لا بغينا نقولوا ولا شي حاجه الهي، الا ما كانش الترقيه، الا ما كانش ما يمكنش تكون المردوديه. راه كاين واحد العقليه ديال الموظف ولا الصلاغي ولا هذا طبيعي، الاحساس كنت كتحس براسك بانك ملي كتترقى راه كتحس بان كاين تقدير، كاين ان كتعطي وكتزيد كتشجع وكتعطي اكثر. ولكن حنا هنا كنلقاو راسنا محبطين في نظام اساسي اللي ما كيحتقرنا ما كيحترمناش، هذا اقل ما نقدروا نقولوا في اليوم العالمي للمدرس. حنا كاملين حنا في الحقيقه ما كنشوفش لا معنى لرسائل التهاني اللي كتجينا من الوزارات كاملين، واللي كتجينا من المديرين الاقليميين، مدراء الاقليميين، وكتجينا من الرؤساء الاكاديميه اللي كتجينا اللي كيقدموا لنا التهنئه. يعني ما معنى ان تقدم لك التهنئه بمناسبه وانت كتحرمك من واحد الحق ديالك، الحق ديالك ديال في الترقيه هو حق معنوي قبل ما يكون مادي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.